لو الحكايه فيها ان فيتو عامل ايه في الدنيا؟ بيطلع من الهواء عامل ايه لي عشان اوقف اربع سنين؟ بص صوت حضرتك يرضي ربنا بقى قول لي عشان الايمان بيلعبوا كوره في الجنينة طبعا السلوك عريانه في العوميد وهو بيجيب الكوره طبعا جسمه عريان فجسمه عرقان فبيجيب الكوره فنشف قدام ففي ناس يعني زقوه بالكرسي زقوه بايديهم وكهربوا فما عرضش ربنا كانت ملكته خالص يعني ومصورين كل حاجه بعد ما كان مفتوح وبعد ما اتقفل ايه اللي كان العمود. تمام معانا ايوه كويس تمام واللي حصل يعني هو ايه اللي جرى له يعني مره وفجاه يعني على طول ثانيه واحده ما هو حضرتك العمود مفتوح السلوك مفتوح وفي سلكه مشبوكه في السور الحديد طبعا الارض مبلوله ميه هتعمل ايه لازم تنشفه قدام تمام سور الحديد ما اتكهرب ما هو اتكهرب من العمود ذات نفسه العمود طالع منه طالع مصارين العمود قولي بقى انت مشيت في ايه الاجراءات يعني لغايه دلوقتي ايه اللي حصل طلعت له شهاده وفاه ولا عملت ايه بالظبط عملت كل حاجه بس شهاده الوفاه هستلمها يوم بكره ان شاء الله تمام عملت ايه اول ما حصل كده يعني عملت محضر في اسم الحدائق ورحت نيابه مصر الجديده طلعت طبعا الاوراق والتسريح عشان أدفن الولد مطالب حضرتك ان الناس دي تتكاسب هيعتبر مؤاخذه ابنك ابن اي حد بالظبط اي حد كبير صغير جنينة. كان ممكن يتعرض يعني هم قفلوا جنينه الجناين كلها ودي جنينه الفقراء اللي مفتوحه كلها السلوك مفتوحه دي جنينه عامه بعد ما الولد اتوفى قفلوا العواميد طب ازاي اسمها ايه الجنينه دي اصلا يقول لك طب انا اعمل له ايه ليها اسم الجنينه دي ولا جنينه عاديه كده يعني كبر القبه رئيس الحي يقول لك انا اعمل ايه اعمل له ايه اقول لك انا شاهده على الواقع اللي حصل في محمد ماشي اللي حصل كانوا بيلعبوا في الجنينه المتساكل دي وطلعوا كانوا رايحين هم كل يوم على كده هم وعيالي فعدوا كلهم السور بينطوا السور الناحيه الثانيه وهو برضك كذلك زيهم العمود ما تعرفيش السلوك طبعا طالعه من بره خالص وهي تضر اي حد اي عيل وقبل كده كان نفسي كان السور كله متكهرب كان كل الشباب كبير وصغير كانوا بيكهربوا منه المهم مره واحده ده لان الشباب بتجري عليا هاتي خشبه حاجه كسرت لهم الترابيزه بتاعت اللي انا بحط عليها جراد لما اغسل الميه اللي بغسل فيها الكوبايه كسرتها لهم واديتها لهم ينكزوا بيها الواد عاوزين حقه بس احنا مش عايزين فلوس احنا حتى لو تغسلنا اي حاجه هعملوا بيها مقاصه حاجه لله يبقى باسمه دي يبقى ليه صلى عليه بس انا مش عايز حاجه تاني عايزين حق محمد حرام يرضي مين احنا في مراه خلاص بس خايفين على اللي جاي المسؤول عن المهزله يتحاسب ويتحاكم شفته انت صديق وارده انا كنا بنلعب كوره كنا كتير يعني فكل واحد عند الفور راح يجيبها ردي فاهم انا الفور خرج راح يجيبها بس كده بقى كنت رايح لفيت من الناحيه الثانيه على التكتر اهوت وبصور كده اهوت مش عايز اتكلم انت سابت قدامي فانا راح كده اهوت وشغلت بسرعه بكلمه مش عارف ايه شغل قاعده قال لك اذا الواد ما يطلعش بصور زقوه بالكرسي مش عايز يقعد رحت لهم جينا على البيت رحت ناديهم في واحد هناك اسمه عم محسن جه شده وراح منطور وصمت ونزقوا في بعض راح حمام تاني وراح شده بالعافيه انسان وفضل يدعوا كده في صدره وهو مش عايز يتكلم كاب خشبة احنا في الربيع تمام كاب الخشبة ما من شدة في صدره رحت لهم جينا بقى ينوض وقلنا رحنا رحنا ودينا المستشفى قال لنا البقاء لله ربنا يصبرك يا تاني طب قولي انت عاوزه ايه انت عاوزه ايه حسبي الله ونعم الوكيل طبعا حسبي الله ونعم الوكيل حرقت قلبها حرام حرقت قلبها خدتني بقى
حسبي الله ونعم الوكيل. طفل زي ديمودي القديم طفل زي ديمودي القديم في كل اللي حرمني من الضرايا، في كل اللي حرمني من ابني، في كل اللي حرمني من الضرايا. يحرمني ان ما فيهاش فلوس، وان فيها فلوس بتاع فيها حرام يعني حرام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي قدر، كل اللي ضيع ابني مالي، كل اللي ضيع ابني مالي، كل اللي ضيع ابني مالي. أرى يتكوي بنار، يتكوي بالنار اللي أرى فيها، يتكوي بالنار اللي أرى فيها يا رب، يدول يا رب اللي أنا فيه، يدول أنا فيه، يدول عذاب اللي أنا فيه، وقلب المكوي، وقلب المكوي عليهم، هيروحوا يجي المدرسة بعدين، يا لهوي ابني، ابني، أسحب لي الملف عشان أطوعه، طوعته في الآخر، طوعته في الآخر، طوعته في الآخر، خلاص طوعته في الأول، ابني عنده الوسطة، 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 ابني بيعيط كده وبتغطي. بتغطي بالملاية وبيعيط على ابني، بيعيط على ابنه، بيعيط على ابنه، سلمها وماشي. قلت له يا ابني ما تعيطش، انا طالعه، انا طالعه، واسكت واقص على ابني. ابني يعيط والدموع نازله تاني، والدموع نازله تاني، والدموع نازله تاني. قلت له يا ابني مش اوجع قلبك، انت قلبك واقف وتوجع لوحده، قلبك واقف وتوجع لوحده يا ابني، قلبك واقف يا محمد، يا محمد يا قلبي، يا روحي حته من الحنين بتاعي اللي بزعل انا وابوه ياخدني جوه حضنه. مين؟ مين هياخدني جوه حضنه؟ مين؟ يقول لي استحملي يا ابني، استحملي يا امه، استحملي عشان خاطرنا، استحملي عشان خاطرنا. مين؟ مين؟ فين؟ فين اللي هيقول لي؟